السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين Pemirsa Ibaska TV, para wali santri dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Alhamdulillahirrabbilalamin alamin pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang mulia beliau Profesor Doktor Rashid Mansur dari Yaman. Beliau adalah pakar Ulumul Quran dan juga bahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman lainnya. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas beliau tentang sebab-sebab penyimpangan akhlak yang terjadi dari anak-anak kita mengikuti perkembangan zaman, maka pendidikan anak ini penting untuk kita berikan perhatian yang serius. Anak kita adalah harta pusaka kita yang sangat berharga. Jangan sampai karena kelalaian pendidikan itu, kita kehilangan harta kita yang sangat berharga ini. Insya Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yaitu salahu auladina bihusni tarbiyatina kesalihan anak-anak kita adalah efek dari kebaikan pendidikan kita terhadap mereka apa yang perlu kita lakukan apa yang perlu kita ikhtiarkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih mari kita bahas pada kesempatan ini dan insyaallah beliau dalam bab ini sudah memiliki pengalaman baik di keluarga beliau maupun pendidikan yang beliau berikan kepada banyak murid-murid beliau sehingga menghasilkan anak-anak yang soleh dan murid-murid yang utama baik kita sapa beliau Assalamualaikum ya Syekhana. Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Jamil. نبدا في السؤال يا شيخنا نريد ان نعرف ما هي اهميه تربيه الاولاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد في البدايه نحمد الله تعالى على نعمه الاولاد ونشكر معهد ابن عباس وقناه ابن عباس التي تسعى لتوعيه روادها وانصارها بالمفاهيم التربويه وكذلك القيم الاسلاميه ونسال الله تعالى ان يكتب اجركم جميعا. اما بالنسبه لاهميه تربيه الاولاد العنوان كما تحدثنا معكم صلاح ذريتنا بحسن تربيتنا إذا كنا نريد الذرية الصالحة فلا بد أن نبذل الجهود في سبيل ذلك تعود الناس أن يقوموا بتربية الحيوانات ليستفيدوا منها الذين يقومون بتربية الدواجن ليستفيدوا منها اللحم والبيض والذين يقومون بتربيه الاغنام والابقار ليستفيدوا منها اللبن واللحم والجلد والصوف وغير ذلك. والذين يقومون بتربيه الاسماك، والذين يقومون بتربيه الاشجار كلهم لهم اهداف الاستفاده. من باب اولى ان تربيه الاولاد مقدمه على هؤلاء جميعا. إذا أهمية تربية الأولاد بعد أن ذكرنا هذا المثال لأن الأولاد إما أن يكونوا نعمة إن أحسننا تربيتهم تفتخر به عندما يكون متفوقا في المدرسة والجامعة تفتخر به عندما تتقدم به إلى عائلة معينة ليتزوج ابنتها تفتخر به عندما يكون حافظا للقران واماما في المسجد او ان يكون الاولاد نقمه عندما يتصل بك البوليس ان ولدك تم القبض عليه في قضيه اخلاقيه في سرقه في غير ذلك انت بعد ذلك ربما تتمنى ان الله لم يرزقك هذا الولد بل ربما بعض الناس يتبرأ من اولاده إذن هذه النقطة الأولى أن تربية الأولاد إما أن تكون نعمة وبدون تربية قد تكون نقمة. ثانيا في أهمية تربية الأولاد لأن الله تعالى سيسألنا عن هذه العبادة ولا أقول العادة لأن الناس تعودوا لأن الناس تعودوا على تربية أولادهم عادة لكن في الحقيقة هي عبادة نؤجر عليها أو نؤزر إن قصرنا فيها الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أهليكم أي الزوجة والأولاد والأحفاد يدخل في ذلك الذكور والإناث وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله راع إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع؟ إذا هذه أمانة نحن نرى الناس يحافظون على سيارات الحكومة التي توضع أمانة عندهم أو الدراجات النارية أو المكتب أو الكرسي من باب أولى الحفاظ على هذه الأمانة التي سيسألنا الله عنها في أهمية تربية الأولاد نقطة ثالثة وهي لتخليد حسناتنا بعد مماتنا ما اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث من هذه الثلاث او ولد صالح يدعو له تربيه الاولاد حقيقه هي من اعظم الوظائف التي يقوم بها الانسان الله عز وجل يقول هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه واولادك احق بهذا وخاصه ان كنت مربيا في المدرسه او داعيه في المسجد او شيخا او عالما اول ما يسالك الله تعالى عن اولادك قبل طلابك نكتفي بذكر بعض النقاط في اهميه تربيه الاولاد tadi beliau Masya Allah menjelaskan dengan luar biasa kenapa kita perlu memberikan perhatian dalam pendidikan anak ini. Pertama sebelum menjelaskan tentang pentingnya pendidikan anak beliau mengucapkan terima kasih kepada Ibnu Abbas dan juga Ibas TV serta pemirsa yang memberikan perhatian terkait dengan pendidikan orang tua dan dalam mendidik anak-anaknya, ini tentu sebuah amal yang sangat berharga, dan insya Allah kita mendapatkan pahala dan kebaikan melalui amal-amal seperti ini. zuriyah solihah, atau anak-anak yang solih, kita pantas dan perlu untuk meluangkan waktu, mengeluarkan tenaga, apapun yang kemampuan yang kita miliki untuk kesolehan anak-anak kita saat ini kita bisa melihat ada orang-orang yang masya Allah memberikan perhatian yang baik dalam uh, memelihara hewan karena ada manfaat yang dituju ada yang telaten ya memelihara apa namanya sapi untuk bisa mendapatkan susunya ada yang telaten memelihara Ayam, pedaging, petelur supaya bisa mendapatkan manfaatnya, ada yang memelihara kambing supaya bisa mendapatkan bulunya, misalnya ada yang memelihara ikan, pepohonan, dan seterusnya untuk mendapatkan manfaat. Nah, tentu lebih penting lagi, lebih pantas lagi kalau perhatian kita, pemeliharaan kita kepada anak itu jauh daripada memelihara hal-hal yang tadi itu, karena anak ini memiliki kepentingan tersendiri dibandingkan dengan harta-harta yang lain. Anak bisa menjadi nikmah dan juga atau bisa menjadi nikmah, bisa menjadi nikmat dan juga bisa menjadi azab. Ketika kita mendapatkan anak yang soleh, kita akan bisa berbangga dengan anak itu, membahagiakan kedua orang tua. Tapi kalau anak kita nakal, anak kita tidak terdidik, tiba-tiba polisi telepon. Tiba-tiba, akhirnya kita harus terlibat dalam kasus-kasus kenakalan. Kadang-kadang, kita menyesal punya anak, bahkan sebagian orang, "Ya Allah, kenapa saya harus punya anak dan melepaskan diri mengaku itu bukan anak saya?" Ini kenapa? Karena azab yang ditimbulkan salah didik itu bisa memberikan efek buruk yang luar biasa. Berikutnya, mendidik anak adalah badah. Bukan cuma sekedar adat, kebiasaan, tradisi, tetapi mendidik anak ini adalah bagian dari ibadah kita bisa mendapatkan pahala dan juga bisa mendapatkan dosa dalam proses pendidikan ini. Dalam Al-Quran disebutkan, wahai orang-orang beriman, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kalau kita benar-benar menjaga amanah yang diberikan kepada kita, entah itu mobil, entah itu kursi, entah itu peralatan kantor, entah itu macam-macam yang diberikan amanah kepada kita, fasilitas negara, fasilitas lembaga, kita jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, tentulah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih pantas untuk kita jaga lagi. Berikutnya, yang ketiga. Keberadaan anak kenapa penting untuk kita berikan porsi waktu yang lebih dalam proses pendidikan mereka, sebab merekalah yang akan mengekalkan kebaikan setelah kematian. Di antara tiga yang disebutkan Rasulullah yang salah satunya adalah waladun salihun doalah wada anak yang terus mendoakannya setelah kematian orang tuanya. Maka mendidik anak ini adalah Tugas yang paling besar, tugas yang paling penting. Kalau para rasul itu memiliki tugas dalam memperbaiki umat, yaitu dengan tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Dan ini menjadi uh, metode pendidikan untuk orang-orang yang datang setelahnya, maka bagi para ulama, bagi para ustadz, bagi para ayah, bagi para guru, anak-anakmu jauh lebih penting daripada murid-muridmu. Anak-anakmu jauh lebih prioritas yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebelum murid-muridmu. Dalam mendidik mereka harus mendapatkan porsi perhatian yang jauh lebih besar sebelum kita tampil kepada umat. Maafira san dokter Omar Jamil. Tafaddal syekhuna. Mungkin ana adif. Tafaddal. Aqul aydan fi ahammiyat tarbiyat al-awlad li annahu اجتمعت اسباب الانحراف لاولادنا في هذا الزمان بشكل كبير ونحن قد تحدثنا في لقاء سابق عن اسباب انحراف اولادنا ابتداء من الانترنت والاسواق وما فيها من تبرج وسفور وكذلك المنظمات الدوليه التي تسعى لافساد الشباب المسلم ومحورتهم حول الشهوات او الشبهات فقط فمن هنا تتضح اهميه تربيه الاولاد ايضا للحفاظ على اولادنا وشبابنا من فتنه الشهوات والشبهات وهي كثيره ايضا للحفاظ عليهم من التدين الخاطئ او التطرف او فهم الاسلام بطريقه تشوه مبادئ الاسلام وتفسد ولا تصلح فلا بد بعد هذا كله من الاجتهاد في تربية الأولاد بطريقة صالحة تجعلهم نافعين للمجتمع يحسنون عرض الإسلام لغيرهم من الذين يرونهم في الواقع وخاصة في المجتمعات الغربية Ya, yang keempat beliau menyampaikan kenapa kita perlu memberikan perhatian yang serius dalam pendidikan anak ini karena saat ini Banyak sekali sebab-sebab penyimpangan yang mungkin terjadi, mulai dari internet, mulai dari media sosial, mulai dari organisasi-organisasi internasional yang punya visi untuk menghancurkan anak-anak kaum muslimin, kemudian hal-hal yang membangkitkan syahwat mereka. Maka, ini kemudian kita perlu ada pendidikan untuk menghindarkan mereka dari semua itu termasuk menghindarkan anak-anak kita dari cara pemahaman keagamaan yang salah yang kemudian membawa mereka kepada kebebasan yang tidak terkontrol atau membawa mereka kepada pemahaman yang radikal, pemahaman yang keras hingga kemudian mereka salah memahami ini, memahami agama ini sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جميل يا شيخنا جزاكم الله خيرا آه، إذا بهذه الأهمية الكبيرة ما هي طرق يا شيخنا كيف كيفية تربية أولادنا, أولادنا تربية صالحة نقول تبتدئ التربية الإسلامية من قبل وجود الولد بأن نهيئ البيئة الصالحة لهذا الولد كما أن نهيئ الأرض للزراعة بتقليبها وتجهيزها فتبدأ التربية الإسلامية للولد بالبحث عن الأم الصالحة التي نأمن عليها لو سافرنا أو انشغلنا أن تقوم بهذا الدور التربوي إذا المسألة الأولى البحث عن الأم الصالحة وحسن اختيارها ثانيا بأن نسلك ما سلكه الأنبياء السابقون وهو الاكثار من الدعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبه انك سميع الدعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما زكريا عليه السلام يسال الله تعالى ان يرزقه الولد الصالح قال يرثني قال سال الله سبحانه وتعالى ان يرزقه الولد الصالح لكي يحمل العلم والتزكيه لقومه من بعده. وابراهيم عليه السلام يسال الله تعالى الذريه الطيبه ويعقوب عليه السلام جمع ذريته وقال ما تعبدون من بعدي؟ يحمل همهم هل يتربون على التوحيد؟ على الايمان؟ اذا التربيه الاسلاميه تبتدئ اولا حسن اختيار الام ثم بعد ذلك بالدعاء ثم ثالثا بالقدوه الحسنه القدوه الحسنه ان تكون قدوه لاولادك واحفادك في البيت في فعل الاعمال الصالحه في الاخلاق الحسنه في العبادات قدوه في البعد عن المعاصي والسيئات في البعد عن المعاصي والسيئات. وقديما علمنا المشايخ عبارة: سلوك حسن خير من الف خطبة. الولد لا يحتاج ان نكثر له من الاوامر والنواهي والتوجيهات، هو يحتاج ان يرى نموذجا حسنا امام عينيه. ثم ايضا من اساليب تربية الاولاد كي يتربى تربية صالحة أن نجتهد في دفعه إلى مربي يساعدنا شيخ في المسجد أستاذ في مركز التحفيظ مربي عنده خبرة في التربية يجلس معه وقد كان السلف الصالح يدفعون أولادهم بل حتى بعض الأمراء الحكام يدفعون أولادهم إلى مربين يقومون بتربيتهم مثلث التربية لا بد أن يكون موجودا وهو البيت المدرسه المسجد. يعني كما ان الاب يقوم بدوره والام في البيت فلا بد ان يقوم الاستاذ بالتعاون مع الاب والام في المدرسه. ومدرس التحفيظ ايضا لا بد ان يقوم بدوره تجاه هؤلاء هذا هو مثلث التربيه. آه طبعا لان التقصير حاصل في تربيه الاولاد فالجهد يضاعف على الوالدين. ضعف تربيه الاولاد في المدارس، ربما عدم وجود محاضن تربويه في المساجد، هذا يضاعف الجهود التي سيقوم بها الاب والام. ايضا يمكن ان نقول في تربيه الاولاد وهو ان نقوم بالغاء القنوات السيئة التي تكون في التلفزيون في البيت وحذفها لأن الولد يبقى معها ثلاث ساعات أربع ساعات إذا أنا سأحذف كل ما يتعلق بإفساده عقائديا أو أخلاقيا أو غير ذلك من وسائل تربية الأولاد تجميع ما امكن من القنوات الصالحه وكذلك البرامج التلفزيونيه ومقاطع اليوتيوب وغيرها التي يمكن ان تبنيه بناء صحيحا بمعنى نحتاج ان نحمل للولد في البيت برنامجا متكاملا وسلسله متكامله من البرامج النافعه له اما في علوم الدنيا في الرياضيات في الفيزياء في الانجليزي وغيره او في علوم الدين محاضرات ودروس يمكن ان يلتحق الولد بما يسمى بالبناء المنهجي هذا البناء المنهجي هو يعطي دروسا كثيره تزكويه تربويه في العلوم الشرعيه في الاخلاق وهي عباره عن حلقات واختبار للطالب وغير ذلك هذا يمكن يعني من خلال الانترنت فاقصد اضافه الى تحميل البرامج النافعه نحن ايضا يمكن ان نربي الولد تربيه صالحه بربطه بمدارس تحفيظ القران الكريم والمعاهد الشرعيه الحاقه بها ليتربى التربيه الجماعيه هناك لا شك انه ستكتمل تربيته mungkin Nah, begini pentingnya kita mendidik anak-anak. Nah, terus caranya bagaimana? Yang pertama tentu adalah pengkondisian lingkungan. Dan bagaimana kalau kita mau nanam, maka kita perlu menyiapkan tanah dulu. Untuk kita siapkan untuk kita tanam di atas tanah itu tanaman-tanaman yang baik. Maka dalam hal ini lingkungan itu harus kita siapkan dan yang paling penting adalah ibu yang soleh. Maka pendidikan anak itu ia mulai dari pemilihan ibu yang terbaik untuk dia. Tanggung jawab pendidikan bapak. Tanggung jawab pendidikan itu milik bapak. Kemudian ibu ini tidak boleh kita serahkan begitu saja. Ibu sifatnya adalah membantu tanggung jawab bapak. Maka, kemudian kita memilih ibu yang, ketika kita tinggal, kira-kira kita bisa mengamanahkan pendidikan itu dengan baik kepadanya. Kemudian, yang kedua, dengan memperbanyak doa sebagaimana dilakukan oleh para nabi. Nabi Ibrahim berdoa supaya diberikan dzurriyyatan thayyiban diberikan keturunan yang baik. Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya untuk memastikan keyakinan mereka. Nabi Zakaria juga berdoa agar bisa mendapatkan keturunan yang berilmu dan banyak sekali doa-doa para nabi yang bisa kita pelajari di Al-Qur'an yang kemudian menunjukkan kepada kita perhatian beliau terhadap pendidikan anak-anaknya. Yang ketiga adalah memberikan Teladan yang baik untuk anak-anak, teladan dalam kebaikan, teladan dalam akhlak, teladan dalam jauh dari kemaksiatan. Dalam uh, ucapan ulama-ulama terdahulu dikatakan bahwa sikap yang baik jauh lebih baik daripada seribu nasihat. Anak-anak kita -anak tidak, sebetulnya tidak perlu khutbah, tidak perlu ceramah, tidak perlu nasihat. Mereka cuma pengen lihat secara langsung bagaimana sih. Yang dimaksudkan oleh ayah ibu tentang menjaga sholat tentang tilawal Quran, tentang kata-kata yang baik, tentang disiplin dari sikap orang tuanya itu sebetulnya ingin dilihat oleh anak-anak. Berikutnya dengan menitipkan anak-anak kita ke para pendidik ya tidak sekedar untuk mendapatkan ilmu tetapi untuk memperbaiki akhlaknya segitiga segitiga pendidikan perlu kita perhatikan yaitu sekolah, masjid, dan rumah. Ini harus uh, tersinkron dengan baik. Di sekolah dia mendapatkan pelajaran, di masjid dia mendapatkan pelajaran, di rumah dia mendapatkan pelajaran. Kalau salah satu di antara ketiga ini lemah, maka proses tarbiyah itu akan menjadi semakin berat. Berikutnya, ta, ta salah pakai salah uh, kemudian yang, ke, yang berikutnya adalah uh, menghapus channel-channel yang yang tidak baik channel-channel negatif itu langsung dihapus saja jangan sampai biarkan anak terdidik atau belajar dari uh, dari channel-channel yang buruk itu kemudian kumpulkan kumpulkan Channel-channel yang baik, arahkan anak-anak untuk menonton. Kalaupun di rumah ada TV, insya Allah TV itu bisa bermanfaat selama channel yang ditonton oleh anak itu memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian, jangan lupa untuk mengikatkan anak kita ke tempat tahfidz Kemudian, ada pendidikan yang berjamaah, kemudian tempat-tempat tahsin. Kemudian di TPA-TPA dan seterusnya yang di situ anak-anak kita belajar Al-Quran, Al-Quran dengan ada gurunya yang membimbing, Insya Allah akan menjadi sarana tarbiyah jama'iyah yang sangat efektif untuk anak-anak. Fakihia, -anak. ayatan min wasail terbiah al-tafil muslim, agudu majalis l-Imaniyah, ma'al atfal fil bait, la ya syah, wa la yaktifi al-Ab, wa al-Um. بان يجلسوا مع الاولاد للطعام والشراب ومذاكره الدروس في المنهج الحكومي فقط بل يحتاجون الى عقد مجالس ايمانيه لتقويه الايمان واحياء الروح فيهم هذه المجالس الايمانيه لها اثر كبير في الحفاظ على الطفل من الانحراف الاخلاقي وبقي ايضا ان نقول اصطحاب الولد الى المسجد الاب نفسه ياخذ ولده يوقظه لصلاه الفجر. الله عز وجل امتدح اسماعيل عليه السلام قال: وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه ويامر فعل مضارع يعني دائما انه كان يامرهم بالصلاه والزكاه. فعقد المجالس الايمانيه لها اثر كبير بان تختار الكتب التي تقوي عقيدته وتشرح له الفقه وتشرح له السيره النبويه ليعرف سيره القدوه المطلقه محمدا صلى الله عليه وسلم ايضا من وسائل التربيه اقول ملء فراغ الولد لا يبقى في فراغ وعندنا في بيت الشعر عند العرب يقولون ان الشباب والفراغ والجده مفسده للمرء اي مفسده. يعني اذا كان في سن البلوغ بدايه سن الشباب ثم فراغ وعنده جده اي عنده قدره عنده مال هذا مفسده للمرء اي مفسده، اذا اشغل اوقات فراغه. قد لا يكون مهيئا للعلوم الشرعيه قد لا يكون راغبا في حفظ كثير من القران. لكن يمكن أن تشغل أوقات فراغه بإلحاقه في دورات في اللغة الإنجليزية في الحاسوب بإلحاقه في دورات تنمية بشرية تشغل أوقات فراغه بإلحاقه في المؤسسات أو الورش التي تعلمه حرفة معينة يكتسب منها رزقه سواء ما يتعلق بالصحة أو بصناعة الألمنيوم أو الأخشاب أو غير ذلك المهم لا تدعه في فراغ اشغله قبل ان يشغله الشيطان وكما يقولون ان لم تشغل النفس بالطاعات شغلتك بالمعاصي تمام okay, ke selanjutnya di rumah itu sebaiknya ada majelis iman jadi kalau kumpul bukan cuma untuk makan-makan bukan cuma untuk uh, kuliner gitu ya tapi kita duduk untuk menumbuhkan ruh keimanan di hati anak-anak. Kenalkan mereka dengan sirah nabawiyah, kenalkan mereka dengan fikih, kenalkan mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia melalui majelis-majelis iman tersebut. Berikutnya kita ajak anak-anak ke masjid. Ini keistimewaan Nabi Ismail yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ismail alaihissalam beliau terus menerus ya'mur, menggunakan kata fiil mudari bahwa terus menerus memerintahkan anaknya untuk melakukan kebaikan untuk melakukan sholat lima waktu maka inilah seharusnya kita lakukan di rumah bangunkan anak untuk sholat terutama subuh ajak mereka ke masjid ini merupakan pendidikan yang terbaik untuk mereka Berikutnya isi waktu kosong anak-anak. Jangan sampai ada waktu senggang karena dalam syair Arab dikatakan bahwa muda pengangguran dan punya banyak uang itu akan menghancurkan sehancur-hancurnya seorang manusia. Jadi dia semangatnya sangat tinggi, semangat mudanya sangat tinggi, dia punya banyak waktu kosong dan dia punya potensi, punya uang, punya kesempatan untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan, maka disitulah kemudian datang setan menggodanya dengan macam-macam. Maka jangan biarkan anak-anak kita dalam kosong dari kegiatan sampai akhirnya dia diperdaya oleh setan. Maka mungkin anak-anak kita banyak yang tidak tertarik menghafal Quran atau mungkin dia kurang tertarik belajar agama. Sudah, Arahkan dia belajar bahasa Inggris, arahkan dia untuk mengikuti seminar-seminar pengembangan diri, arahkan dia untuk menguatkan uh, potensi kemahiran-kemahiran, keterampilan-keterampilan di bidang tertentu yang kemudian membuat dia semakin meningkat menjadi jalan rezeki bagi anak tersebut. Ini kita lakukan dan jangan sampai biarkan anak uh, dalam keadaan kosong, dan pada saat itu, ketika anak itu... قسمت إلى سبت القناة ثم يا شيخنا هل تعطي لنا نماذج من تربية السلف الصالح لأولادهم أولا نبدأ بمن ذكروا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قصص بعض الذين حرصوا على تربيه اولادهم ابتداء من ابي البشريه الثاني وهو نوح عليه السلام ذكر الله عز وجل عنه انه قال يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين كان حريصا على ان ينقذه من الغرق في الدنيا ومن الكفر الذي تاثر به بحكم البيئه التي معه ذكر الله عز وجل لنا ايضا نحن قبل قليل ذكرنا ان ابراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام يخاف عليهم من الشرك واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل كان يشركه معه في بناء المؤسسات الخيريه في بناء بيت التوحيد ولا زال اسماعيل فتى صغيرا لكنه يشركه معه في بناء الكعبه المشرخه ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أيضا قصة لقمان عليه السلام من الآية الثالثة عشرة إلى الآية التاسعة عشرة في سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان عليه السلام يسعى لأن يغرس في ولده التوحيد بل أيضا يسعى لان يغرس في ولده مراقبه الله عز وجل ويسعى لغرس التواضع وعدم التكبر ويسعى لغرس خفض الصوت ويامره ايضا بالصبر ويامره ايضا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه يامره بان يكون داعيه الى الله ذكر القران الكريم غير لقمان عليه السلام مريم ابنه عمران. قبلها امها التي كانت تتمنى ان يرزقها الله ولدا صالحا لخدمه بيت المقدس للقيام على نظافته وانارته وغير ذلك. امراه عمران تتمنى الولد الصالح ونذرته لله ولا زال في بطنها. قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى، انا كنت اتوقع ان يكون ولدا لكي يكون رجلا قائما على خدمه المسجد. والله اعلم بما وضعت وليست الذكر كالانثى. لكن الله تعالى حقق امنيتها الصالحه ما دامت قد اوقفت ما في بطنها لله عز وجل فأكرمها الله بمريم ابنة عمران التي أكرمت بعد ذلك بعيسى ابن مريم شجرة طيبة شجرة صالحة ابتدأت من الجدة والجد عمران وزوجته ثم البنية مريم ثم عيسى عليه السلام فانتجت تربيه امراه عمران لمريم انتجت بعد ذلك نبيا رسولا وهو عيسى عليه السلام ذكر القران الكريم ايضا من الذين قاموا بتربيه اولادهم تربيه حسنه صالحه زكريا عليه السلام الذي ربى ولده على ان يحمل معه هم الدعوه اما بالنسبه للسلف الصالح فالامام البخاري والامام احمد بن حنبل ذكر ان الدور الاكبر في تربيتهما على طلب العلم الام التي كانت تخرج قبل صلاه الفجر وتاخذ ولدها الى المسجد وتسخن له الماء في الايام البارده وتعطيه النقود ليهاجر في سبيل طلب العلم الى البلدان التربية الصالحة لسلفنا الصالح كانت في تربية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس تربيته لعلي بن أبي طالب مع أن ابن عباس إنما أسلم يعني إنما ولد متأخرا قبل الهجرة بثلاث سنوات وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات في المدينة المنورة يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عباس ثلاثة عشر سنة لكنه كان قد احسن تربيته فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل فصار ابن عباس هو ترجمان القران شيخ المفسرين من الصحابه تربيه النبي عليه الصلاه والسلام لعلي بن ابي طالب وكان طفلا صغيرا تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمتم من هو علي بن ابي طالب في خلافته في شجاعته في تفسيره للقران الكريم في حفظه للقران الكريم من السلف الصالح الذين أيضا كان لهم دور كبير في التربية ما ذكر عن بعضهم أنه كان يتربى في المشايخ عند المساجد أو في المساجد عند المشايخ ونكتفي بما ذكرنا ما شاء الله Ini beberapa contoh dari beliau uh, pendidikan yang sukses dari orang-orang terdahulu. Mulai dari yang disebutkan dalam Al-Qur'an, misalnya Nabi Nuh alaihi salam yang sangat ingin anaknya selamat dan tidak bersama orang-orang kafir tapi kemudian ternyata anaknya memilih untuk bersama orang-orang kafir gitu ya. Tapi fokus Nabi Nuh alaihi salam memang sangat ingin beliau agar anaknya ikut bersama. Kemudian Nabi Ibrahim majunubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah hindarkan aku dan anakku dari menyembah berhala tauhid ini ditanamkan sejak awal kemudian bagaimana nabi Ibrahim alaihi salam mengajak nabi Ismail dalam proyek yang sangat besar proyek peradaban membangun Ka'bah padahal saat itu nabi Ismail masih masih sangat termajam, masih sangat muda tapi sudah dilibatkan dalam usaha pembangunan uh, rumah Allah ini. Berikutnya kita lihat kisah Luqman alaihi salam ya ayat 12 sampai 19 menyebutkan tentang uh, tauhid kemudian tentang tawadhu, tentang merendahkan suara, tentang amar ma'ruf ma dan nahi mungkar, tentang muraqabatullah. Ini pendidikan yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya. Berikutnya kita lihat tentang imratul Aziz. Imratu Imran. Asif. Imratu Imran ya. Tentang istri dari Imran yang menazarkan menazarkan anaknya yang masih di dalam kandungannya untuk Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian ternyata lahirnya perempuan tetapi karena memang sudah dinazarkan maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Maryam sehingga dia bisa melakukan sesuai apa yang diharapkan oleh oleh ibunya dan kemudian dari Maria melahirlah Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga pendidikan Nabi Zakaria alaihi salam kepada anaknya Nabi Yahya. Kemudian dari para ulama ya, para sahabat kita bisa melihat Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal bisa hebat seperti itu itu karena pendidikan dari ibunya. Kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana ibu dari para imam-imam yang mulia ini, yang membangunkan mereka ketika subuh, bahkan ibunya berangkat ke masjid sebelum subuh sambil membawa anaknya. Ketika cuaca dingin, ibunya yang memanaskan air agar mereka tetap bisa berwudhu, ibunya yang menginfakkan uangnya untuk membawa anak-anaknya ini kepada guru-guru pilihan. Kemudian, bisa kita lihat bagaimana Ibnu Abbas, beliau. 10 tahun saja bersama Rasulullah atau 13 tahun. 3 tahun sebelum hijrah beliau sudah beliau lahir saat Rasulullah wafat itu usianya masih 13 tahun. 3 tahun sebelum hijrah kemudian 10 tahun sebelum hijrah itulah masa pendidikan uh, Ibnu Abbas bersama Rasulullah tapi kita bisa lihat bagaimana hasilnya beliau menjadi seorang turjumanul Quran. Begitu juga Ali bin Abi Thalib Masya Allah pendidikan dari Rasulullah yang luar biasa sehingga kita bisa lihat bagaimana sosok Imam Ali dengan keberaniannya dengan keilmuannya itu karena pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa dan ketika kita mau mengikuti step by step apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah maka insya Allah kita pun bisa mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa seperti itu. Soal akhir, Syekhana. Tafadhal. ما هي أخطاء تربوية؟ ولا في ولا سيما في زمننا الحاضر مما رأيتموه يا شيخنا جزاكم الله خيرا. من الأخطاء التربوية التي يمارسها بعض الآباء والأمهات في تربية أولادهم أولا التعامل معهم بقسوة وأوامر ونواهي لإبعادهم عن الخطأ. والصحيح في هذا الرفق والإقناع. الصحيح الرفق والإقناع. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. أي جعله جميلا، مقبولا. ولا نزع منه إلا شانه. أي جعله فيه عيب غير مقبول. الإقناع واضح من منهج النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وأسلوبه عندما جاء إليه شاب مفتون بالزنا وقال يا رسول الله إذن لي بالزنا غضب الصحابة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أدم مني تعال فلما اقترب منه حاول أن يقنعه لم يقل له أنت تطلب كبيرة من الكبائر ولم يقل له أنت بهذا خرجت عن الادب وخرجت عن بل قال له اترضاه لامك اترضاه لاختك اترضاه لابنتك وعدد له جميع افراد اسرته وفي كل مره يقول لا يا رسول الله لا فداك ابي وامي يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له وكذلك الناس لا يرضونه انت اذا اردت ان تقع في الزنا ستقع اما ببنت او بعمه او خاله او ام واهلها لن يرضون هذا ثم بعد أن أقنعه بأن هذا الأسلوب مرفوض اجتماعيا وهو خطأ بعد ذلك وضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه حصن فرجة قيل فكان بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء أي من فتنة النساء إذا النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوب الرفق وأسلوب الإقناع ثانيا كما قلنا في هذه النقطة الشدة والقسوة هو والأمر والنهي في هذه الأمور لا ينفع ولكن نحتاج الإقناع بالرفق ثاني من الأخطاء التربوية أن الأب أو الأم يضيقون ذرعا بولدهم الذي لم يستجب لهم لا زال يتأخر في الليل خارج البيت لا زال معه أصدقاء سوء لا زال يتابع القنوات الفضائية السيئة يفتح المواقع الإباحية في الإنترنت فإذا ضاق حالهم ولم يصبروا عليه أكبر خطأ أن يُطرد من البيت أنت عندما تطرده من البيت أنت تسلمه لأصدقاء السوء أنت تجعله فريسة للشيطان أنت تقطع عنه حبل الوصال معه إذا خطأ جدا أن تطرده مهما كانت أخطاؤه مهما كان إصراره على الخطأ أو المعصية من الأخطاء التروية التي يقع فيها بعض الآباء تنفيذ كل ما يطلبه الولد في الإنترنت. لا يصح أن تعطيه الوقت الذي يريد كاملا، حدد له ساعة أو ساعتين. واجعل الجهاز مربوط بوقت معين بحيث أنه يغلق بعد ذلك تلقائيا، يسهر الليل لوحده مع الانترنت لا يصح ان تعطيه كل ما يريد ينظر ما يشاء لا يصح بل يجب ان تضبط المساله وتعوده على النظام بل تجعل استخدامه للالعاب في الانترنت وغيره هي مكافاه له بعد انجازه الواجبات المدرسيه وظفها توظيفا حسنا تجعل استخدامه لبعض او الاستفاده من بعض مقاطع اليوتيوب او غيره هي مكافاه له على ادائه الصلاه جماعه في المسجد. من الاخطاء التربويه الافراط في حسن الظن به وعدم مراقبته. بعض الاباء لا يراقب الولد يتركه تماما والصحيح ان تاتي وتنظر وتفتح جهازه ماذا ينظر الولد؟ ماذا يتابع؟ انظر ايضا اسماء اصدقائه في التليفون. من هم أصدقاؤه لا يعني هذا إساءة الظن به ولا يعني التجسس عليه ولكن المقصود به أن تكون على علم وبينة بأصدقاء أولادك باهتمامات أولادك حتى تستطيع أن تعالج الخطأ في وقته أكمل ما عندك ترجم ثم سنكمل أنا beberapa kesalahan dalam pendidikan saat ini yang pertama... Berinteraksi dengan keras dalam perintah maupun larangan, niatnya baik menjauhkan anak dari hal-hal yang merusak, memerintahkan anak untuk kebaikan, tapi sifatnya kasar. Tapi sifatnya malah membuat anak takut. Ini tidak baik, justru kalau kita belajar dari Rasulullah, itu beliau. Selama interaksi dengan anak-anak selalu penuh dengan kelembutan dan tujuannya adalah meyakinkan. Contohnya seperti seorang pemuda yang mau berzina. Terang-terangan dia mau zina. Tapi kata Rasulullah di saat orang, -orang lain teriak-teriak gitu, -teriak "Sini-sini mana dia?" Diajak bicara oleh Rasulullah, "Kamu mau zina terjadi pada ibumu, pada anakmu, pada saudaramu dan seterusnya?" Artinya, orang lain pun tidak suka itu terjadi pada anaknya, pada ibunya, pada saudaranya, dan seterusnya. Akhirnya, ketika dia sudah uh, yakin paham, sadar, baru kemudian Rasulullah mendoakannya, dan setelah itu dia tidak lagi ada uh, syahwat, ada nafsu untuk melakukan hal-hal yang tercerah tersebut. Kemudian, berikutnya, ketika anak-anak itu... Andal nakal, telat pulang malam, suka bergaul dengan teman-teman uh, yang kurang baik, akhirnya orang tua uh, mengusir anak itu dari rumah. Nah, ini kesalahan yang sangat besar. Begitu kita usir dia dari rumah, artinya kita menyerahkan pendidikannya kepada setan, kita menyerahkan pendidikannya kepada uh, keburukan. Kita memutus sebab-sebab kebaikan ketika kita telah mengusir anak dari rumah. Seburuk apapun, anak kita tetap anak kita yang perlu kita jaga hubungan dengannya. Berikutnya, kesalahan dalam mendidik anak adalah mewujudkan apa yang diminta oleh anak. Semua yang diminta oleh anak, dia pengen nonton, dia pengen. Melihat apa dia pengen main, apa kita serahkan semuanya, tentu tidak baik bagi anak. Memang mereka senang, tapi pada akhirnya efeknya buruk. Pada kemudian hari, tidak boleh kita membiarkan anak semalaman main, semalaman pegang HP. Bahkan HP itu harus ada waktunya, satu jam, dua jam, dan itu adalah kompensasi dari. Pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi tertentu yang dia dapatkan setelah bisa sholat jamaah di masjid, boleh main HP, sekian setelah e, menuntaskan kerja tugas-tugas boleh main HP satu jam misalnya dan seterusnya, jangan diberikan begitu saja dan usahakan kita bisa e, punya HP yang memang bisa kita atur waktunya bisa mati otomatis dalam waktu-waktu tertentu sehingga anak tidak terlalu lama tenggelam dalam dunia game, dunia online, dan seterusnya. Berikutnya, kesalahan dalam pendidikan juga terlalu berhusnudzon kepada anak. Anak saya ini baik, anak saya ini solih, anak saya ini penurut, anak saya ini taat. Ya udah, terserah mau apa saja. Ini salah juga, kita terlalu berhusnudzon kepada anak. Lihatlah, cek sekali-sekali siapa teman anak-anak kita, apa yang ditonton oleh anak-anak kita, sehingga kita tahu bahwa ya tidak semua husnudzon kita itu 100%. Kita perlu husnudzon kepada anak, iya tentu tapi juga perlu kewaspadaan dan kehati-hatian. Kita buka HP-nya, kita lihat tontonannya, bukan untuk tajasus, tapi sebagai bagian dari kewaspadaan dan pendidikan kita kepada anak. Bagian an naqul min al akhta' al tarbawiyah tawaqquf wal baramij al عند 'inda انت تعودت ان تقيم معه الدروس مباشر في البيت مع اولادك لا يعني سفرك او انشغالك ان تتوقف هذه الدروس بل يمكن ان تقيمها معهم اونلاين حتى لو كنت بعيدا عودهم على الجد في حياتهم وانه اذا بدات شيئا لا ينقطع لا يصح ان يتعود الاولاد على انه كلما سافر الاب او انشغل او الام سافرت او انشغلت معناه ان الدروس والبرامج التربويه توقفت. ايضا من الاخطاء التربويه الكبرى انه عندما تأتي للولد منحة دراسية خارج البلد وخاصة في بلد غير مسلم بلد فيه يعني كل المحرمات مفتوحه ان يرسله الاب ويفرح بان الطالب سيخرج للدراسه ولده للهندسه او للدكتوراه او غير ذلك او للطب او غيره ان يرسله قبل ان يجري له دوره تحصينيه في تقويه الايمان للثبات امام فتنه الشهوات وفي تقويه العلوم الشرعيه للثبات امام فتنه الشبهات كم من طالب ذهب للدراسه ثم تحول الى ديانه غير دين الاسلام والسبب هي مخالفه ما ذكر به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه قال لا يجوز الهجره الى بلاد الغرب ابدا الا اذا تم تحصين الولد بما يقوي ايمانه ويقوي علومه الشرعيه ليستطيع ان يثبت امام الفتن هناك ويدافع عن دين الاسلام. اذا لا تعتمد على تربيتك له فقط في البيت، هو ربما تربيتك تصلح له الاندونيسيا. لكن نحتاج التربيه التي تجعله لا اقول فقط يثبت ام فتن الغرب، ولكن التي تحوله الى داعيه مصلحا للمجتمع الغربي ممثلا للاسلام تمثيلا حسنا. نعم. <applause> Kesalahan pendidikan anak adalah berhentinya seluruh kegiatan belajar dan pendidikan di rumah ketika Abah, ketika Bapak itu pergi. Ketika ke Jakarta, biasanya anak belajar di rumah. Ternyata anak-anak tidak belajar lagi. Dengan perginya anak atau dengan kegiatannya kesibukan ibu, ya. Bapak pergi, ibu sibuk, anak-anak berhenti belajar. Jangan sampai lakukan Uh, adanya pengawasan itu terus-menerus bahkan secara online kuatkan kesungguhan di hati anak-anak bahwa kalau mereka sudah mulai satu pekerjaan harus mereka tuntaskan pekerjaan itu kemudian berikutnya kesalahan juga dalam mendidik anak adalah ketika anak mendapatkan beasiswa terutama dari negara-negara non Muslim kita lepas begitu saja tanpa kita berikan adanya daurah, adanya pendidikan intensif. Adanya pendidikan intensif untuk uh, kebaikan anaknya, untuk penguatan imannya. Ini seperti kata Sheikh Musaimin, kata beliau, bahwa tidak boleh hijrah ke negara-negara non-muslim kecuali sudah ada uh, keyakinan ada proses penguatan akhlak, penguatan iman yang menjadikan iman mereka tetap kuat dan bertahan ketika datang ke negara-negara tersebut. Mungkin pendidikan yang kita berikan sekarang cocok untuk di lingkungan kita di Indonesia, tapi begitu keluar mereka terpengaruh dengan macam-macam akhirnya banyak juga yang akhirnya pindah agama. Kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu, kita ingin iman mereka tetap kuat dan bahkan kalau memungkinkan mereka menjadi dai. أقل من الله kepada إسلام تفضل الكلمة الأخيرة يا شيخنا قبل أن نختتم. أخيرا أقول وضع الأمة الإسلامية السيئة الآن المتخلفة اقتصاديا وسياسيا وغير ذلك يدفعنا بقوة لأن نحرص على تربية أولادنا ليصلحوا وضع الأمة الإسلامية قدر الإمكان ليحرروها مما اصابها من ذل وهوان. يعني نحن نريد ان نربي اولادنا ليكونوا قاده مصلحين. وليس فقط ان يكونوا مواطنين صالحين. نريد ان يكونوا قاده مصلحين. ايضا الوضع الحالي الذي يحيط بالشباب من كل مكان ويجعلهم ربما يتدينون تدينا خاطئا من خلال ما يتابعه في القنوات الفضائيه او التلفزيون او غير ذلك هذا يؤكد علينا ان نربي اولادنا تربيه معتدله وسطيه ليس فيها افراط ولا تفريط ليس فيها غلو وتشدد وليس فيها تضييع لاساسيات الاسلام فاتمنى ان نلتفت لهذه المساله ونجمع ولا نفرق ونؤلف بين القلوب قدر الإمكان ونربي أولادنا على تقبل الآخرين وعدم الصدام معهم دون التنازل عن أساسيات الدين والمبادئ الأخلاق الثوابت. ثم. kemudian melihat kondisi umat yang ada saat ini kita fokus mendidik anak-anak kita harapannya. Mereka dapat memperbaiki keadaan yang ada saat ini. Kita harapkan adalah anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat memperbaiki, tidak sekedar menjadi warga negara yang baik, tidak sekedar menjadi warga negara yang taat dengan aturan, tapi menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa memperbaiki kondisi sosial yang ada. Maka juga dengan... Banyaknya media sosial jangan sampai anak-anak kita belajar cara beragama yang salah dari media sosial yang mereka tonton. Hendaklah kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang e, moderat, pendidikan yang mu'tadil, yang pertengahan, yang tidak berat ke kiri maupun ke kanan. Kita ingin menjadi orang-orang yang mengumpulkan yang merangkul bukan yang memukul. Yang bisa mengikat hati-hati manusia, dan juga kita bisa memberikan pengaruh yang kuat dalam lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu, dan kita perlu ingat bahwa anak soleh tidak terjadi dengan begitu saja, anak soleh. Karena pendidikan yang soleh dari kedua orang tuanya, maka mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas semua perhatiannya, terima kasih atas segala attentionnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.